سنتحدث عن عملية دهس على مفترق يسمى مفترق الخضر، وهو قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وتتحدث يدعوت أحرنوت بأن السيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، وهو حاجز طيار ليس حاجزا ثابتا، ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين من الجنود بجروح طفيفة. وصفتها يدعوت أحرنوت بأنها طفيفة في حادث هذا الدهس. ما زالت القوات الإسرائيلية تبحث عن المنفذ لأنه استطاع أن ينسحب عقب عملية الدهس. والآن الجيش الإسرائيلي كما يقول أو تقول إذاعة الجيش يحاصر المدينة، مدينة بيت لحم، ويبحث عن منفذ العملية. حتى الآن هذه هي الأنباء الأولية التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى الفلسطينية كذلك. نعم هبة، عند حصول هكذا عمليات دهس ما الذي يحصل بعدها؟ يعني في العادة إذا المنفذ استطاع أن يهرب من المكان فإن القوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المدينة، تقوم بعملية رصد ومراقبة وحتى يعني إيجاد المنفذ، وتقوم بجمع الصور من الكاميرات المراقبة التي يضعها الجيش الإسرائيلي في جميع المفترقات في الضفة الغربية، وتقتحم المدن وتقوم بعمليات اعتقال وعمليات يعني يحدث عادة عند أي اقتحام عمليات مواجهة مع شبان فلسطينيين في محاولة أن تجد منفذي عمليات الدهس. وإذا كنا نتحدث عن عمليات دهس يعني حقيقية فإن ذلك سيؤدي إلى ما تصفه إسرائيل بتحييد المنفذ، إما قتله أو إصابته بالرصاص أو في حوادث نادرة يتم اعتقاله.